بريك شباب. سؤال بحيرنا دائما، ليش منحن للماضي؟ الامتحانات بلشت ومشان هذا الشيء خذوا نفس حتى تعرفوا شو لازم تعملوا. مساء الخير، بريك شباب جديد بلش، والساعة المخصصة لبرنامجنا رح تكون مليانة بمواضيع ممكن تكون جديدة وممكن تكون قديمة ولكن جديدة، ومشان هالشي يكونوا جاهزين لحتى نبلش حلقتنا. ومثل العادة يا محمد، ما في حلقة ممكن تمرق من دون ما تاخذنا كاميرا بريك شباب لنشوف شي مميز، ولا هالشي حنشوف شي بيشبه السحر ولكنه حقيقة صارت بإيد شاب من عنا. أنا إسماعيل ديوب، عمري 22 سنة، طالب سنة رابعة بكلية العلوم السياسية، وحالياً متفرغ لدراستي وبرسم بأوقات الفراغ أحياناً. هلأ الشغف بالرسم كان موجود من أنا وصغير، بس يعني المحاولة اللي نقلتني لباب أني اتجه باتجاه الاحتراف هي كانت محاولة لرسم صورة والدي. بعد عدة محاولات يعني حسنت أوصل لدرجة من الشبه، نالت إعجاب المحيط، يعني الدائرة الصغيرة اللي بمحيطي، فهذا الشيء اللي دفعني لأنا اتدرب أكثر ومارس أكثر وصولاً لهذا المستوى اللي أنا وصلت له اليوم. لفترة التدريب تقريباً إلي شيء 6 سنين أنا برسم، بس من يعني باتجاه الجدي أو باتجاه الاحتراف إلي تقريباً شيء 3 سنين من بعد ما بلشت الرسم بتقنية 3D. هاي يعني بعد ما فتت بمجال الـ3D اتجهت بشكل جدي باتجاه الاحتراف، هدفي يعني الوصول للعالمية من هذا الفن تقريبا. أنا رسالتي من خلال الشيء اللي عم بشتغله هو تفوق الموهبة على الأداة، فبالتالي أنا ما بستخدم أدوات احترافية، الأدوات البسيطة اللي عم بستخدمها عم حقق فيها نتائج مرضية نوعا ما، بس طبعا طموحي انا استخدم الادوات الاحترافيه لاوصل لمكان ابعد من هيك. الادوات الاساسيه اللي برسم الـ3D هو بيعتمد على الالوان، يعني نوعيه الالوان هي اللي بتلعب دور كبير باظهار الرسمه وواقعيتها. في الوان مثلا الوان عالميه بيستخدموها رسامين عالميين، طبعا هي الالوان ما انا موجوده عندنا بسوريا، وهذا العائق اللي واقف قدامي لحتى احقق الطموح اللي اكبر من هيك. اول محاوله اللي كانت برسم العملاق فريد الاطراش، بسبب تفاصيل الشكل المميز حسنت اوصل لدرجه معينه من الشبه، وطبعا نالت اعجاب الكل. بعدها حاولت ارسم الست ام كلثوم، وبعد محاولتي برسم الست ام كلثوم اتجهت للاحتراف اكثر برسم المشاهير، بعدين رسمت الفنان وائل كفوري، وحاليا اخر رسمه الي كانت لسامية الجزائري الفنان العملاق. طبعا الشيء الاساسي هو وجود الموهبه، طالما الموهبه موجوده فاكيد يعني الاطار الاكاديمي هو بيضيف على الموهبه وعلى احترافيتها، يعني بخفف علينا تعب سنين من الممارسه لحتى انا شكل قواعد الخاصه بالرسم. بس طبعا في الفنان والموهوب بيحسن بدون اطار اكاديمي بدون اي دورات انه يطور ذاته، وهي التجربه اللي انا مريت فيها، وطبعا يعني بعد محاولات وممارسه وسنين احسنت اوصل لمستوى وشكل قواعد الخاصه. طبعا هي القواعد الخاصه هي اللي بتميزنا عن غيرنا، وهي اللي بالنهايه يعني مع تراكمها بتشكل عندنا الابداع والاحتراف. هلا طبعا الرسم البورتريه هو بشد المتابع بدقته، اذا كان يعني صايب دقه معينه بالرسمه وتفاصيل كثير دقيقه، احيانا في رسامين بيتغلبوا على دقه العدسه، حتى بيتغلبوا يعني مثل دقه الكاميرا بيرسموا التفاصيل. اما كونه هلا نحن بسوريا فن الـ3D هو فن قليل التناول عندنا بسوريا، فعم يجذب اكبر عدد من الناس اكثر من البورتريه كونه شيء جديد وشيء مختلف. وطبعا يعني حاله التجسيم الواقعي لرسمه الـ3D هو اللي بيعطي التمييز لها، هو اللي بيجذب المشاهدين انه يتابعوا الفنان اللي عم يشتغل هذا الشغل. انا بدي اوجه هلا رساله لكل انسان عنده موهبه وكل انسان بيمتلك شغف بالرسم او اي مجال من المجالات الفن، انه يكون عنده الاراده والاصرار ويستمر بهذا المجال وما يوقف اي شيء بوشه، وطالما ويشكل قواعده، اهم نقطه انه هو يشكل قواعده الخاصه لحتى يتميز عن غيره ويطفي الابداع على فنه ويتميز،
وبتمنى التوفيق للكل إن شاء الله. كتير أحيان بنلاقي حالنا عم نتذكر شيء من الماضي ونحن عم نبتسم، وكتير منلاقي حالنا بنتمنى إنه نرجع شوي لهالماضي ونعيش فيه ساعات قليلة أو حتى دقائق. تماماً، الفكرة إنه نحن بنتمنى نعيش بالماضي بوقت من المفروض علينا نفكر بالمستقبل، يعني كشباب حتى نحلم بقصص يمكن تكون هيك ترجعنا على أيام حلوة. ليش دائماً بيصير معنا هذا الشيء؟ أسئلة كتير بتدور ببالنا. خلونا نشوف هالإنفوغراف ونرجع لحتى نكفي. أكيد من خلال هذا الإنفوغراف صار موضوع هي الفقرة جاهز، وصرنا عارفانين أنه عم نحكي عن النوستالجيا. ولحتى نعرف عن هيدا الموضوع أكثر صارت معنا غالية سعيد لحتى تخبرنا أكثر وتوضح لنا شو هي النوستالجيا. أهلا وسهلا فيك يا غالية. سعد أوقاتكم. شرفتينا. هلأ بالبداية خلينا نعرف شو هي النوستالجيا. اولا هي كلمه تنحدر الى اصول رومانيه او يونانيه، فتتقسم الى شقين. نوستوس اللي هي الماضي او الذكريات القديمه او الشق اللي انت ممكن تضل علقان بالماضي او ذكرياتك القديمه، وهي طلعت من نتيجه انه كان مجموعه من الجيوش او الجنود كانوا موجودين بمكان فشعروا انه في عليهم اعراض مثل اعراض مرضيه وشديده جدا. هذا الشيء ادى انه ظنوا بهذيك الحقبه انه كان في مرض، يعني في الفكره لما رجعوا لاسباب هذا الموضوع فعرفوا انه هي عبارة عن آلام نفسية أو مضاعفات نفسية نتيجة كانوا يعتقد أنه هي فقط حنين للماضي أو ذكريات الوطن، كونه الحقبة اللي كانوا فيها أو الأشخاص الموجودين فيها كانوا يعني أفراد من الجيش وعم بيحنوا لوطنهم. فيما بعد طورت الموضوع أكثر، كان هو يشخص مرض عصبي لانتقل لعلماء النفس وتشخص أنه هو مرض نفسي أكثر ما أنه يكون عصبي. بحقبة من الحقبات وصل أنه هو صار يوازي مرض الاكتئاب، أنه هو أن تكون أنت علقان بالماضي مرتبط بذكرياتك الماضية جدا بشكل أنت لا عم تقدر تعيش الحاضر اللي موجود فيه ولا عم تقدر تنتقل للمستقبل اللي أنت موجود فيه. فهي يعني إلى فترة تشخص أنه هو مرض لا يستعان فيه، أحد الاضطرابات كتير عظيمة وجسيمة. وللأسف نحن يعني نسبة كتير كبيرة بهذا الوضع عم بتعيشه بشكل كتير كبير، وهو لا يقرن لا بطفل أو بشاب أو بشيخ أو بسيدة، هو موجود عند كل المراحل العمرية وبكل الفئات وقابل بكل حركة لحتى يصير موجود معنا بكل دقيقة من دقائق حياتنا نحن بنعيش موجود فيها. طيب
معناها هلا نحن حنصنف النوستالجيا كمرض. تمام، اضطراب. اضطراب تمام. ولكن اضطراب ممكن اذا ما انضبط يتحول معنا لمرض. طيب نفسي. بما انه حكينا عن الفئات العمريه، اوكي، هلا اليوم نحن في عنا فئه عمريه شابه، تمام، فئه عمريه فوق الشابه اللي هن اللي بيكونوا من الأربعين وانت طالع على فوق. أوكي. تمام. أوكي. طيب ايهما نسبتهم اكثر من الاشخاص يلي بيعانوا من مرض النوستالجيا او عندهم الحنين اكثر للماضي؟ هلا اكيد من حوار حديثك بنعرف انه نحن الفئه اللي بتقطع عمر الأربعين فهي دائما بتكون غير راضيه غالبا عن هذا الوضع اللي هي عايشه فيه، فبترجع للماضي، وبالتالي نحن عم نتحدث معهم بيقول لك لما كنا، اسأل الله لما كنا ايام زمان، لما كنا نعمل وذكرياتهم، وبتحسه هو عم يحكي عليها هي تبع انه بيتنهد وبيقول على الان بالماضي، وبعده الى الان ممكن يقول لك لما كنت بقدك، لما كنت بعمرك، شو عملت لما كنت بقدي، واو من هالاشياء كلياتها. في ناس تحكيها عفوا هاي الاشخاص في عندهم، يعني فينا نقول انه في عندهم اعراض هذا المرض. هلا حقول لك كيف على الاعراض، لانه هي حاله طبيعيه نوعا ما. أوكي. اذا ما كانت انا كنت مستمره انه كيف بنقدر، يعني وين هو الحد، وين هو الحد اللي بيفصل بين انه انا لا حنيني عادي للماضي، وبين الحد اللي هو لا نحن صرنا بوضع المرض. تمام تمام. اولا بس خليني اكمل الفكره لمحمد، انه مثل ما تفضلت هن الحقبه اللي بتكون بعد الأربعين لانه بتضل متعلقه باشياء او بانجازات الماضيه. بالنسبه لسؤالك سيدتي، امتى ممكن انها تكون مرض؟ هلا قال يصرح لك انت اذا مرقت معك الفكره من اسبوع، كل اسبوع مره لمرتين، حسب ضغوطك النفسيه، حسب ضغوطك الاجتماعيه، ما في عندنا اي مشكله. ولكن في حاله واحده اذا كنتوا قادرين انكم تطلعوا من الماضي، يعني انا شخص دخلت على ذكرياتي، تجولت فيها، اخذت منها شويه مشاعر، شويه احساسات، واو من هالقصص كلها، ولكن قدرت اني اخرج منها بارادتي، ولست انه انا فضل بس هذا الحدث اللي على الان وما عم بقدر اطلع، وبالتالي ممكن تشوفوا بوفاه احد الاشخاص، بانتهاء علاقات عاطفيه، بانفصال عن عمل ممكن، فاشخاص بده يكون ثابته بهي المرحله، يعني بتروح بترجع بتلاقي ثابت بهي المرحله، هو ما عم يتغير. اذا طلعت بارادتك وانت بتفوت وبتطلع على ماضيك بارادتك، مجرد تستقطب شويه مشاعر او ذكريات، فامورك جيده طبيعيه، تمام ما في مشكله. ولكن اذا علقنا فيها وضلينا عم نستجر الحاضر والماضي وعم نعلق كل شيء عم بيصير معنا بناء على هذا الموضوع، هون بنقول في عنا مشكله، بنجيب اشارات الاستفهام وبنقول لا في عنا هون فعلا اضطراب اللي هو العوده الى الماضي وعدم الخروج منه. طيب فينا نعتبر اليوم الشاب او الصبيه وقت يكونوا علقانين بهي المرحله او بالوقت اللي هن المفروض هن يفكروا فيه بالمستقبل وهن عم بيفكروا بالماضي، قد ايه اليوم مهم انه اليوم الشخص يفصل؟ هل غلط انه هو يكون عم بيضل يفكر بالماضي وبالوقت اللي هو المفروض يكون عم يفكر فيه بالمستقبل تبعه؟ قد ايه ممكن ياثر على حاضره وعلى مستقبله؟ تمام يا سيدتي، السؤال كثير حلو، لانه غالبا هلا بهذا الوضع خلينا نقول متاسفين احيانا اذا بتتوجه لشريحه الشباب هتلاقي انه انا بيقول لك ما عندي حاضر اتحدث فيه، لانه يمكن ما عندي مقومات تساعدني لابني حاضر، فغالبا بيكون عم يرجع للماضي تبعه وعلقان بهذا الماضي وعم يتحدث معه، وانه انا هيك كنت عملت ولو كان هيك ولو كان صار هذا الموضوع. هلا اذا بضل علقان بهذا الماضي انا بقول لك اكيد تماما فرصه الحاضر هي رح تختفي بدون اي شك، وهذا الشيء رح يخليه اساسا لما ركب الحياه عم يمشي فهو ما رح ينتظر حدا ابدا طبعا. وهذا الشيء رح يخليه بعد فتره رح يكتشف انه انا وين صرت او وين صرت، ومنها يعني خلينا اقول هو كان عم يعاني من اضطراب ماضي، رح يطلع بعدين يلاقي حاله بيعاني من رهاب اجتماعي، لانه صار في عنده يعني كنا بمشكله صرنا بمشكله ثانيه، انه انت طلعت من الماضي لما صحيت يمكن متاخر، هتلاقي حالك انه صار عندك رهاب اجتماعي، عدم القدره على الاختلاط بالاخرين، عدم التماشي مع الامور او الظروف الحياتيه اللي برا، وهذا الشيء كل ماله بيصير بزود علينا الاضطراب مره ثانيه. الفكره كيف انا ممكن اذا انا كنت شاب بمرحله ما بين ال 20 لحد ال 35 كيف انا ممكن اساعد حالي؟ اكيد كل ما بتجي لعندك ذكريات الماضي وهي الافكار وبس لو ويا ريت لو كنا ولو برجع شوي لورا، ما تستسلم لهذا الموضوع، حاول تفكر بالفكره بس انه طيب اوكي، اسال حالك هذا السؤال، طيب انا لو تخيلت حالي كنت بالماضي ايش كنت عملت؟ ايش كنت ساويت؟ يمكن ما كنت تصرفت التصرفات اللي انت اساسا تمام اكيد اكيد اكيد. ودائما لما بنحس حالنا انه احنا ما لنا قادرين نتحكم بهذا الموضوع اكيد نتوجه مو شرط لناس مختصين نفسيا، لانه كثير ناس عندها ما بتحب تتوجه لهدول الاشخاص، ممكن اي شخص قريب منك، ممكن صديقتك، ممكن صديقك، ممكن حدا قريب منك من البيت، قول له انا عم عاني من فكره انه انت كثير عم فكر بالماضي.
الحديث عن الأيام الحاضرة بيخلصك من الفكرة. غالباً الأشخاص اللي بتكون وحيدة أو اللي ما عندهم شخصية محببة بالمجتمع كتير هن اللي بيعلقوا بطيات الماضي. معقول إنه هي فكرة هروب من الواقع؟ تمام. فهن بيعلقوا بالماضي؟ أكيد. لما أنا بدي أكون حدا ماني اجتماعي وأنا حدا ما عندي كتير عالم وما عندي كتير مثلاً أمور وإحداثيات، بغض النظر إذا كانت الظروف الحياتية عم تعطيني مردود مادي أو لا، طيب بقى انا طبيعي اني ارجع للماضي وضل على الان فيه. خلينا نبعد شوي عن الواقع. أوكي. هل نحن منحن للماضي لانه نحن بنعرفه للماضي وعشنا اللحظات الجميله فيه، ولكن نحن بنفس الوقت منخاف من المستقبل المجهول؟ نحن منحن للماضي لما بيكون في نجاح وانجازات. احنا امتى بنقول اسال الله هديك الايام؟ لما بكون حس حالي انا فيها قوي. بتتذكر الماضي تبعك لما بتحس باللحظه انه انت مانك قادر انك تعمل شيء. بس غالبا اللحظه اللي انت فيها قوي ما عاد ترجع تقول اسال الله ايام الماضي، تقولي انا هلا افضل. غالبا منحن لذكريات الماضي اذا كانت اما ناجحه بشكل كثير كبير والحاضر ما عم يحقق إيوازيه، او اذا كانت عن جد محمله بمشاعر وعواطف والشخص او الموقف اللي انت معه هلا ما عم يقدر يعطيك نفس جودة المشاعر، فبترجع لهذيك الايام. وبالتالي ذكرياتنا ونحن اطفال، يعني بنحضر كرتون هلا فنحن ما بنحضرها مثل هلا ما بنحضرها مثلا، انت بتحن لانه كان في مشاعر وذكريات. فاذا كان ماضي والله انا بحن لهذا الوقت لانه ما كان عندي لا هم ولا يعني تمام. هي مجرد صوره نحن ممكن نشوفها. يعني انا من كم يوم هيك كنت عم شوف صوره الي وللماما اللي كان عمري 5 سنين، بتمنى ارجع لهذيك اللحظه. ايه والله كيف حالك ليه؟ يعني شو رايك ما كان عندك هم صح؟ كانت ايام لطيفه جدا. يعني يمكن لانه نحن هلا عم نعاني هيك شويه ضغوطات، لانه كانت هاديه وتيره الحياه كانت اهدى. طبعا اهدى بهداك الوقت، هلا بالنسبه لك كانت اهدى، يمكن بالنسبه لهديك الحقبه كانت سريعه كمان. هلا صراحه انا بقول لحالي انه نحن وقت اللي كنا صغار واربع سنين وخمس سنين عن جد ما كان عندنا هم، ما كان عندنا مسؤوليه. يمكن هلا محمد انت المسؤوليه اللي هو عنده اياها هلا ما كان عنده اياها حتى بعمر العشر سنين. طبعا أكيد أكيد. فيمكن بنحن لهذيك الايام. فينا نفرق بين انه نحن بنحن طفولتنا ونتذكر قصص الماضي ونعلق فيها. هلا اذا بدنا نوجه نصيحه للاشخاص او للشباب والصبايا اذا بيحسوا حالهم انه هم عندهم بدايه هذا التعلق المرضي، في نصيحه ممكن نوجه لهم اياها؟ هل بيروحوا للرياضه؟ هل ممكن يروحوا لعند اخصائي نفسي؟ هل ممكن انه مثلا لا يلجؤوا لاصدقائهم؟ أكيد. أولاً حركة طبيعية أنك تحن للماضي، يعني ما بدنا نقول لهم كمان واحد ينهي تاريخ كل حياته، حركة طبيعية. بس تذكر حالك وأنت عم ترجع لماضيك قد إيه عم بتوقف؟ يوم، يومين، ثلاثة. فعلياً الأشخاص الطبيعيين إذا حضروا صورة أو حضروا موقف فأنت بلحظة الموقف أو الصورة خلص من مشاعر واختفت تولي. تمام؟ صح. إذا لقيت حالي أنا ضليت أكثر من هذا يومين، ثلاثة، أربعة، أنا هون عندي مشكلة. شو المشكلة؟ إنه أنا ما عم بقدر حقق وجودي بهاي اللحظة، لذلك أنا متعلق بأزيال الماضي. هي فكرة. الفكرة الأهم الثانية، خلينا نتذكر دائما إنه لو الماضي كان ممكن يكون حاضرك فهو هلأ معك. هي يعني قاعدة أساسية. كل شيء بالماضي كان ممكن يستمر معك هو أكيد ضل يستمر معك، بس هو خلينا دائما نقول إنه هو كان بمرحلة، أعطاني تجربة، أعطاني خبرة، أعطاني قصة وراح خلص انتهى. هلأ أنا بقدر أعمل شيء ثاني. لما بشعر انه انا ما عم بقدر اني انا اتحرك، ما عيب ابدا اني انا الجا لاشخاص الا انا عم بيصير معي هي الفكره. عن جد خلينا نطلع من فكره انه عيب، ما بيصير. في حاله، عفوا منك، في حاله محدده ممكن يوصل للاشخاص وخلص لازم انا الجا لطبيب او لاخصائي؟ طبعا نفسي. طبعا لما انا برفض الواقع اساسا، لما بترفضي انه انا مالي عايشه بهي الحياه، انا خلص عندي عالمي الخاص، عندي حياتي الخاصه، انا عايش بذكرياتي، انا عايش بالماضي تبعي، وبالتالي هون لازم فعلا اذا الاشخاص اللي حوالينا كانوا واعيين على هذا الشخص او هو طلب المساعدة، لازم أكيد يدخل حدا مختص نفسياً أو حدا بيرتاح معه، مو شرط مختص، يعني بيساعده لحتى يوصل له فكرة اللي راح انتهى والذكريات بتضل حلوة. تمام. بس ما بنقدر ننقلها معنا، وبالتالي ركب الحياة ما عم يستناك، وإذا بتطلع لبرا رح تحس بالغربة وبالوحشة، لأن الوجوه عم تتبدل والمواقف والأفكار عم تتبدل. تخيل إنه هذا الموضوع هيك بده ساعتين ثلاثة، إيه يعني بده هذا البرنامج كله هيك من أول دقيقة لآخر. الحديث عنه قدام ممتع. أكيد. شكرا لك غالي على هالمعلومات. شكرا. ومع هذا الشيء ما تغيرت قناعتي أنا بأنه هيك كل فترة هيك أقعد بيني وبين حالي. أكيد لازم أرجع للماضي. لأن إحنا خلصنا حكي هون، هلأ رح ننتقل على الشارع لحتى نشوف شو كان رأي الشباب والصبايا بموضوع الماضي والحنين له. خلونا نشوف. بريك شباب. بريك شباب. تعرفي شو يعني نوستالجيا؟ نوستالجيا أول مرة بسمع فيها. أبداً؟ أبداً. مرض أو شيء؟ لا والله. ما بعرف. يعني بسمع فيه كمصطلح، بس ما عندي كثير فكرة. لا ما بعرف. طيب نوستالجيا يعني التعلق المرضي بالماضي. أنت من الأشخاص اللي بيتعلقوا بماضيهم؟
ايه بصراحة شوي. كل عمري 21 سنة، فما ما محرز يتعلق بالماضي يعني بصراحة، هو إذا كان في ماضي يعني إلى حد ما ماني متذكره بصراحة. النوع اللي إذا بتصير شغلة خلاص بفكر فيها كل الشهر. بعرف حالات كتير ما عم تقدر تنسى ماضيها وما عم تقدر تتخطاها أبدا يعني للأسف. شو السبب برأيك؟ السبب هو الضعف، يعني ما عم يقدروا يقووا حالهم، ما عم يقدروا ياخذوا خطوة جديدة بحياتهم. هلا هي يمكن عند بعض الأشخاص مرض، بس في ناس لا مو مرض، يعني في بيقدروا يتحكموا بحالهم. يمكن حالة نفسية من هن صغار أو يعني طفولتهم أو شيء، علاقاتهم مع أهلهم، اجتماعيتهم هيك يعني. يمكن إذا عملت في أثر هاي الشغلات اللي بالماضي أثر كبير يعني، فأكيد رح يضل محبوس بهي القصة. يعني حسب كمان كل شخص شلون استجابته مع أي شيء بيصير معه، يعني هاي من شخص لشخص بظن أكيد، يعني هاي حالة من شخص لشخص ومدى يعني أثر هاي الحالة، قديش الحالة كانت صعبة كبيرة، إن كان حزن ولا فرح، يعني أي حالة أو شعور، يعني حسب الزلمة يعني وحسب الحادثة. بريك شباب. بريك شباب. الامتحانات بلشت وكثير من الطلاب متلبكين وخايفين من توتر الامتحان، ومشان هذا الشيء رح نحاول نساعد الشباب قدر الامكان لحتى يتخلصوا من القلق. كيف ممكن يتعاملوا مع الامتحانات بسلاسه؟ هذا الشيء رح نحكي فيه مو لحالنا، رح يكون معنا الاستاذ سعد الدين الاحمد المشرف التربوي لحتى يعرفنا كيف ممكن نبعد عن القلق الامتحاني. مرحبا استاذ. مرحبا. اهلا وسهلا فيك استاذ سعد. هلا بدايه يعني رح نفوت هيك بالموضوع بشكل مباشر، كثير من طلاب الجامعات ممكن يفوتوا كأول سنة مثلاً على الجامعة، أول امتحان بيقدموه بالجامعة، فهني مو عارفانين، جو مختلف، يمكن طريقة الأسئلة مختلفة، يمكن طريقة التعاطي مختلفة عن وقت المدرسة. اليوم كيف ممكن يهيئ حال الطالب لحتى يقدم أول امتحان يكون شوي بعيد عن القلق والتوتر؟ بالبداية بس بدي أحكي شغلة بسيطة. برنامجكم عم يطرح امور جيده، كان بمواضيع الدراسه او بمواضيع بتهم الشباب حتى كشغل بشكل عام. يعني انا تابعت بعض الحلقات ولاحظت انه في ناس بتستفيد وعم تطرح هاي الافكار من خلال منصه وطنيه بامتياز قناه سما، فهذا كل الشكر والاحترام والتقدير لجهودكم اللي عم تعملوها. اثنين، طالب الجامعه المستجد السنه الاولى مشكله بيواجهها، راح احكيها بالعام لكل الطلاب اي اختصاص بده يدخل عليه. المشكلة اللي بيواجهها الكل انه احنا ما زلنا ضمن جو البكالوريا، انا ما طلعت من هذا الجو، يعني انا لساتني طالب بكالوريا، هيك بحس انه خلص هو البكالوريا ونهينا هذا الفترة، بيدخل على الجامعة بيضل بباله انه البكالوريا كيف كنت ادرس خلال فترة البكالوريا، حتى بتسمع بيقول يا الله ايام البكالوريا، ممكن يتذكر ايام البكالوريا كانت اسهل او كان يشوفها صعبة، صار يشوفها اسهل. ليش؟ البكالوريا كان ياخذ المواد فرادة، اخذت الفيزياء، خلصت الكتاب، نهيته، عملت اختبار فيه، جبت علامة. الجامعة لا، صار الموضوع مختلف، يعني أنا كطالب لغة إنجليزية اللي أخذته قبل الجامعة بدي أخذه بشكل مختلف تماماً طبعاً بالجامعة طبعاً. يعني اللي أخذته انتهى، بدي أخذ شيء جديد، فلازم يبعد عن فكرة أنه أنا لساعتني طالب بكالوريا. معظم المشاكل اللي بواجهها الطلاب هي أنا السنة الأولى بالجامعة، يعني مشاكلنا كلها سنة أولى، بس نصير سنة تانية ونطلع بتلاقي الأمور صارت أفضل، فنتجاوز هاي المشكلة. والمشكلة الكبيرة أنا شفتها عند كثير طلاب انه انا طالب بكالوريا، لساتني طالب بكالوريا، يعني صح بالجامعه بس انا كنت بالبكالوريا اعمل هيك، مختلف الموضوع تماما، اختلفت عليك طريقه الطرح، اختلف عليك محاضراتك، بدك تتوسع اكثر، يعني صار عندك مجال، يعني الفكره صارت بدها مساحه اكبر لحتى تحسن تنمي مداركك وتصير تتوسع اكثر بالفرع اللي حضرتك داخل عليه. يعني دخلت اداب لازم اتوسع بهذا الموضوع بهذا الجانب، ما ارجع لورا، يعني انا بدي اقدم لقدام خطوه، ما ارجع خطوه لورا او ارجع للبكالوريا. هاي واحدة من المشاكل يلي الطلاب بيواجهوها، انه انا ما زلت بمكاني. لا، اثنين، بداية الجامعة اول شهر او اكثر طلاب لسه نحن ما وعيانين انه نحن عم ناخذ محاضرات، لابد انه نحن نبلش نقراها. لا ماشي، انا نازل على الجامعة، رحت على الجامعة، تلاقي الطلاب انه دائما بيقول المحاضرات، انا المحاضرات الفلانية هي صعبة، هي الله انا اول سنة بالجامعة، يعني شو محاضرة؟ اف قد ايه صعبة، صعب. يعني محاضرة بيكتشف الطالب انه هالمحاضرة او حلقة البحث اللي عم يعملها او اللي عم يشتغلها بدها شغل كتير، لابد اني اشتغلها من بداية السنة، ما عم يشتغلها من بداية السنة، عم يستنى لقبل الفحص بأسابيع قليلة وانا بدي بلش حضر للمواد. في تراكم، في تراكم هون. توزيع الاختصاصات، رح نقول نحن رح نقول
الطبية، الاختصاصات الطبية، الطب البشري والأسنان والصيدلة، هدول لهم ترتيب خاص غير باقي الاختصاصات بالمطلق. ليش؟ هون عندنا مواد عامة للثلاث اختصاصات، الطب البشري والصيدلي والأسنان، عندكم 10 مواد، هدول العشر مواد بدكم تدرسوهم وتجيبوا فيهم النسبة المئوية. المشكلة هون الطالب لما نحن عم ناخذ العشر مواد منها وراسة بيولوجيا، فيزيولوجيا، فيزياء، كيمياء، إحصاء رياضي، عم ياخذ مواد عامة عنده فكرة مسبقة بسيطة عن البعض منها من البكالوريا. ممكن تعمل له قلق بالامتحان؟ طبعا أنا الفكرة اللي عندي مختلفة تماما عن اللي أنا أخذها بالهندسة بالمواد الطبية. فأنا ببلش أدرس المواد من البداية الطبية، لازم نبدأ من أول يوم لسبب أنه 1% بتبعدني عن البشري بتجيبني على فرع آخر، هون بضطر أني أدخل، ما عاد عنده خيار. يعني أنا نسبة المئوية جبت 89% دخلت طب أسنان، أنا بدي طب بشري، ما طلع لك الطب البشري، بدك تضل على الطب الأسنان، تدخل فرع من مفهومك أنه أنت مجبر عليه، فبالتالي بشكل عندك قلق. خلصنا السنة التحضيرية، بدهم يشوفوا النسبة اللي جبتها بالسنة التحضيرية مع علامة البكالوريا، يعملوا لك نسبة. هاي بالنسبة للأفرع العلمية العلمية أي الطبية. لازم يكون الطالب ماشي مع المحاضرات أو مع الدكتور يعني خطوة بخطوة، ما بيحسن طبعا. طيب إذا انتقلنا للأفرع الأدبية أو اللغات، اللغات هلأ اللغات مثلا الأدب الإنجليزي، كطالب أدب إنجليزي بيراكم عندهم محاضرات كي، والأدب الإنجليزي مو يعني اللي بيعرفه قديم، يعني في طالب بيقول أنا منيح بالإنجليزي فرح أدخل أدب إنجليزي، بيجوز اللي يشكل عنده صدمة لما يشوف المنهج تمام، أو يشوف هو مفكر إنه نفس اللي أخذه بالبكالوريا حيرجع يلاقيه مرة تانية، ولا بيلاقي منه شيء طبعاً. اللي راح ما عاد حتى يرجعوا له بالجامعة، يعني ما عاد يرجعوك للأفعال والقواعد وإلى آخره، يعني أنت دخلت بأدب تخصص نعم شعر ونثر وإلى آخره، شيء جديد عليك، بده يكون عندك مصطلحات قويه باللغه الانجليزيه، بده يكون عندك بتشتغل بالترجمه والمعاجم والى اخره لحتى تحسن تطلع من هالخطوه الاولى. مجرد مشط والطلاب اللغات كمان بدهم يشتغلوا، ما بيمشي الحال نقرا يعني هلا عندهم بكره في طلاب الانجليزي بكره عندهم مثلا امتحانات كطلاب، ما بيمشي الحال انا ادرس هالماده، بده تكرار تكرار كثير للماده بالادب الانجليزي، يعني الماده المفروض نكررها اكثر من مره لحتى احسن يمشي فيها. بما انه حكينا على الامتحانات خلينا نروح على قاعه الامتحان. اليوم طالب بقاعة الامتحان قدم واكتشف انه هو بعد ما خلص امتحانه انه هو قدم بشكل غير جيد. المقولة الشعبية بتقول انه لما بيقدم اول مادة بشكل مو منيح فهذا الشيء راح يندرج على كل المواد الثانية، كيف نحن ممكن نتجاوز بشكل من اشكال هي المقولة؟ سؤالك جيد. السبب انه لازم الطالب اولا دخلت على قاعة الامتحان اخذت ورقة الاسئلة لابد اقرأ السؤال اكثر من مرة، يعني مرة واثنين وثلاثة، السؤال أحياناً بيكون في بعض الكلمات بتغير منحى السؤال صحيح. بتغير الفكرة، تقرأ السؤال أكثر من مرة، جاوبت على السؤال خلصت الأتمتة، كمان أسئلة الأتمتة لا يوقف عندها، يعني أنا سؤال اختار الإجابة الصحيحة ما عرفته أو الفكرة شوي غامضة بعد اتركه على اللي بعده ما ضيع وقت فيه. البعض بيضل بدي حاول اتذكر المعلومة بيروح دقائق، وهي الدقائق مهمة، يعني هي الدقائق بجوز فيها 20 درجة أو 30 درجة بسؤال آخر أنا حافظه، بس لا بدي ضل واقف عند هاي المعلومة ما بحسن. خلصت حل الأسئلة، كمان قسم كبير منهم ما بيراجع الورقة، أولاً بسبب أنه ما لحق ضمن الوقت، يعني الوقت اللي أخده ما لحق، أنا ما عاد فيني راجع الورقة بدي سلمها، مع العلم أنه كتير طلاب بتراجع الورقة بتكتشف أخطاء. طب أنا يعني جد في كتير أشخاص كمان بيقولوا أنه أنت إذا يعني وقت الواحد يكون عنده امتحان خلص المعلومة اللي إجت على باله يكتبها، يعني اللي استحضرها للمعلومه معلومته اللي استحضرها للسؤال خلاص يكتبها فورا، لانه اذا رجعوا عاده مره ثانيه بقول ممكن تكون غلط. طبعا بتتغير صح، طبعا هو التغيير مو من المعلومه، التغيير منه. بتلاقي اشخاص مثلا سائلين السؤال مجاوبين على السؤال تلاقيهم انه لا جاوبنا صح بيرجع بيصحح، بتلاقي انه لا هو مصحح غلط، فهو لا خلاص يعني عم بيجاوب بطريقه غلط لانه عم يرجع يراجع. احيانا بيقول لك شو بيقول لك، في بعض الاشخاص بيقول لك انهم بينجحوا بيرفعوا موادهم بدون ما يراجعوا الورقه، بيكونوا ناجحين بالواسطه هن. لا هذا الموضوع يعني حاله ممكن بيقول لك انه انا نجح دبروه او انه والله هذا واسطه او مشى علامته، لا هذا الموضوع. هلا الجامعه القانونيه صارمه يعني ما لها مسحه القصه، هو انت مو فكر دخلت على جامعه دمشق فانا داخل اعمل مشوار او اتسلى، لا في قوانين صارمه بتحكم الجامعه والامتحانات، لو الطالب بيعرف كيف لو وصل لقاعته واخذ ورقه امتحانه وشو اشتغل الكادر اللي هيئ له هذا الشيء بيعرف انه هو لازم يشتغل بجديه احتراما لل طبعا للي اشتغلوا لك هدول طبعا، وفي في قرارات حازمه، يعني في شيء صارم بالجامعه على الطالب اذا كان مخطئ والى اخره، وفي لك مكافئات اذا كنت طالب جيد.
برجع بس للنقطة اللي قلت إنه الطالب لما بيطلع من قاعة الامتحان وقدم المادة الأولى، هلأ هي 65-70% كلام منطقي، المادة الأولى تعطيك دفع حافز طبعاً إنه أنا يلا مشيت المادة كبكالوريا نفس الشيء، المادة الأولى تعطيك حافز لباقي المواد، والجامعة نفس الشيء بقول يلا مشيت المادة الأولى بيرجع فرحان ومبسوط إنه أنا قدمت، بيصير عنده نفس إنه يدرس طبعاً يدرس المادة اللي بعدها صح. أما المادة الأولى إحباط، هلا إذا أنا قدمت الثانية وبيصير بيقول إنه أنا عندي لا المادة الفلانية صعبة علي هيك هيك أنا راسب يعني، هلا طبعاً الطالب بيصير أنا عندي مادتين أكيد مضروب فيهم هيك بيقول عن حاله. طب ليش قايل عن حالك إنه أنا أكيد هدول المادتين لازم يكون مضروب بهذه المادة؟ جرب، وعندي هاي المادة اللي كنت متفائل فيها كمان انضربت فيها راحت السنة الأولى طبعا. هيك بيقول أو راح الفصل على الأقل. يعني فينا نقول هاي المعلومة مغلوطة؟ يعني 65-70% ما هي مو دقيقة جدا، بس يعني ممكن تعطينا ممكن. حافظ ممكن ما تعطينا نعم. حافظ. طيب اليوم إذا بدنا نرجع للشباب والصبايا يلي عندهم امتحانات يمكن ما قدروا يلحقوا بفترة الفصل الدراسي، إنه مثل ما كنت عم تذكر ببداية حديثنا أستاذ سعد إنه مفروض الواحد إنه يبلش أول بأول مع الدكتور محاضرة بمحاضرة ما يخلي شيء يتراكم عليه، فلنفترض اليوم إنه خلص هو وقع بهي الفخ وهو تراكم عليه وخلص نحن هلأ أساساً بوقت امتحانات، كيف نقدر اليوم بشكل سريع نحط برنامج ونمشي عليه لحتى يعني تدارك الموضوع بهيك أقل خسائر؟ نعم رح نقول نحن هو مو موضوع كمان ظروفه ما سمحت له، رح نقول في طلاب عنده ظروف معينة ما حسنت، حرام هدول لازم ياخذوا فرصة وياخذوا النصيحة صح؟ ظروفي ما سمحت له فينا نعمل شيء، فينا نقول له لهذا الولد نظم، لابد أنك تكون منظم، لما أنت الكون كله مبني على نظام خاص ونحن جزء من هاي المنظومة بدنا نمشي مخالفين ما رح يمشي الحال، طالما دخلت بهاي التنظيم دماغك بس يتنظم بيعطيك إمكانيات عالية جدا جدا، وأنا جربتها مع كتير طلاب، أنا فترة عندي هالأسبوعين وعندي خلال هالأسبوعين 8 مواد 14 يوم بدي حاول كل يوم انهي جزء من مادتين، مو مادة بيمسك جزء من مادتين من مادتين مو يعني مادة يعني لا لا لا. مو كل يوم مادة لا لا بيصير يخاف يعني، أنا إذا بلشت عندي بعد أسبوعين بلشت بمادة ومشيت فيها يوم اثنين ثلاثة أربعة يلا لسه في عندي مواد تانية، طب أنا روحت أربعة أيام على هاي المادة لا بدي أمشي مادتين، ومو يضل كل الأسبوع بالمادتين، يومين مادة درست قسم منها اليوم فترة صباحية، ولازم ينظم وقته يعني لازم أبدأ دائما بوقت معين أنهي بوقت معين، أنا ما عم يعملوا هيك، أنا لما بدي أبدأ 8 لازم بكرة 8، مو أنا اليوم فقت 7 فيلا رح أبدأ 8 بكرة فقت 10 بدي أبدأ 11 لا ما هو فوضى. الواحد ما هو الواحد بيبدأ أول شيء الصبح بفيق بشرب فنجان قهوة بيصحصح بعدين بيصحصح. هلا إحنا مشكلتنا إنه الطالب يقول لك أنا ما بصحصح غير مع النسكافيه على عيني وراسي، ما رح نقول لك منبهات هي كمان هي فيها مشكلة بس ما رح نقول لك إنه لا قلق بعدين اللي بتدرسه خلال فترة التنبيه هن دارسينه بالبكالوريا يعني دارسينه عتبة التنبيه، الطلاب كل الأولاد دارسينه إنه أنا المنبهات شو بتعمل بالجسم، فأنا شربت هاي المنبه فترة الدراسة اللي مع التنبيه ما رح تكون جيدة ولا رح تعطيك أكثر من 50، بتعطيك نتائج بس نتائج مو إيجابية مثل ما بدك، أما يلا أنا فنجان القهوة وعما وموبايلي جنبي ووا إلى آخره هدول الأمور بدأ لو بدنا نعزل كل وسائل اللي ممكن هي تلهينا عن دراستنا، مثلا موبايل خلص نقعد بغرفتنا ندرس كل إشي إشي كل شيء ممكن إنه يلهينا عن دراستنا خلص نعزل حالنا ونحن مخصصين مثلا هاي الساعتين للدراسة ندرس فيها، بس هو عندنا مشكلة إنه المحاضرات صارت على الموبايل، صار موقع الجامعة بينزل يعني بين الطلاب بين بعض بيبعتوا محاضرات، معلش استعمل موبايلك بس لا تخلي الموبايل هو السبب بنا يعني انه الموبايل هذا هو السبب بانك تخسر شيء او تخسر وقت معين، انا شفت المحاضره خلص طالع التليفون برا المكان اللي حضرتك عم تدرس فيه ودرس هدول الساعتين بعدين روح اعمل اللي بدك اياه، ارجع على الساعتين اللي بعد بس لابد يكون في وقت 8 لل 11 دراسه 8 لل 11 صدقيني الولد بيستفيد كثير، كل يوم 8 لل 11 بعد 4 أو 5 أيام هدول الثلاث ساعات بيخلص فيهم قسم كبير من المادة لأنه نظم دماغه وأعطاه إمكانيات عالية وأعطاه أفضل ما عنده من إمكانيات لأنه نظمه وصار يقول له وين الدراسة الساعة 8 وفعلا بيقولوا أنت لما صحيح عفوا أنك أستاذ بيقولوا أنت لما تعود مخك على شيء خلص بيصير، يعني أنا تعودت أني أنا في الساعة 8 الصبح يوميا بتلاقي في منبه بي بيولوجيا الساعة البيولوجية يعني أنا قبل ما يرن مثلا الموبايل خلص أنا فايق طبعا أنا 7 أحيانا بتزبط معي دقيقة يعني خلص أنا 8 إلا 5 كون فايق يعني 8 تمام إذا ما فقت كون متت، هي كدراسة بتعطي فعالية بتعطي فعالية كتير كبيرة لما أنا بكون عم أدرس وبنظم بهي الطريقة الموضوع بيصير
لبعدين الولد. طيب بيقول خلص انا. خلينا استاذ انا اسف قاطعتك، خلينا شوي نرجع على الامتحانات، انا مخي معلق بالامتحانات بصراحه. اليوم نحن عم نعاني فعليا بايام التعليم الاساسي، التعليم الثانوي، واليوم بالجامعه، الرهبه تبع الامتحان. يعني عندنا مثلا بنروح كنا على الامتحان تبع الصف التاسع التعليم الاساسي، تلاقي شرطه وتلبك والناس فايته ببعضها، بكالوريا نفس الشيء. هلا بالجامعه بتفوت على الكليه، يعني مثلا عندنا هلا امتحان، بتلاقي تبع الهيئه طايرين وراء وملبكين ويلا بسرعه. طيب هي الرهبه قديش نسبه تاثيرها على هذا الطالب اللي جاي يقدم، هو حافظ اموره وباصم الادبي تبعه وفهمان العلمي؟ ما لها اي تاثير، ما لها اي تاثير، ما لها اي تاثير هي الرهبه والخوف. هو هلا هذا الطالب اللي دارس لا معه ورقه ولا معه محاضره ولا معه شيء، عم يدرس هلا اللي عم تدرسه قبل بعشر دقائق، لو فتت لجوا قاري السؤال برا وحافظه ودخلت هذا اللي بتعرف ما رح تكتبه، خلاص المعلومات القديمه هي اللي هي اللي تستحضر وقت الامتحان طبعا اللي دارسها قبل. اما انا داخل قبل بعشر دقائق عم يقولوا هذا السؤال هام، بسال انه طلعت يلا اذا اجى ما رح يمشي الحال طبعاً. ما رح يحسن، ما رح يعطيك اياه دماغك لانه انا يعني حفظته على مدار الدقائق اللي انا وبحالي انا مخايف وطلاب حوالينا والكل ماسك وراء وراكد وهذا هيك والى اخره. وطبعا لا يشربوا منبهات قبل ما يفوتوا، لازم يعرفوا انه لا اطلع من الماده واشرب كاسه القهوه او فنجان القهوه اللي بدك اياه، مو قبل عم تنبهك خلال التنبيه ما بتحسن تاخذ المعلومه صح. يعني بقول لك انا متعود. حلوه الفكره، حلوه عن جد. يعني لا انا حدا من اللي تمام يعني تعتمد انه انا اشرب دائما قهوه خلص انا بضل فايقه ما بنعس. انت عم تخافي هو وقت راحته بده يرتاح، يعني انا دماغ بده يرتاح وقت الراحه، انا عم نبهه بشكل بالاجبار انه انا عم اشرب نسكافيه، انا بدي نبه ما عاد يعني نبهته اجباري وقت راحته ما عاد يستوعب، ما عاد ينبهني تماما مثل الاشخاص اللي بيشربوا نبهات وبينام. ايه في ناس هيك يقول انا بشرب فجأة قهوه بنام، خلص عوده، خلص صار عتبه التنبيه عنده، حتى ما عاد عنده مشكله لا بامتحان، بيقول لك خايف، هو ما بيكون خايف، فايت يلا وشو ما كتب. طالب المنظم معروف، ما في ذكي وغير ذكي، في منظم في حدا بيشتغل على حاله وفي منظم. بالنهايه بدنا نقول لكل اكيد الشباب والصبايا انه نحضر منيح، اكيد كل المعلومات يلي قلنا اياها استاذ سعد نحاول قدر الامكان انه نمشي فيها لحتى اذا مو كل المعلومات نصها طبعا يعني بعضها بس لحتى نقدر ننفذ من هذا الامتحان. صح سريعه بسيطه، لا يعتمد ضد القاع على حدا، كل مين دارس بطريقه وكل مين بيعبر عن اجابته عن السؤال بطريقة في اسئله مقاليه بدك تكتب من عندك، كل واحد بيكتب، لا تعتمد على هاي المعلومه جدا مهمه، اعتمدوا فيها بس اذا كانت اثبت اعتمدوا فيها الاثبت. هلا هي الاثبت اصعب استاذ محمد طبعا يعني اسئله الاثبت صعبه، يعني الخيارات الاربعه مو مصحة صح واصح، في صح وفي اصح تمام. يعني انت بدك كثير السؤال بده كثير تركز فيه وتصفن فيه لحتى تحسن تعطي الاجابه. تمام. شكرا كثير لك يا استاذ، شرفتنا واهلا وميت سهلا. لا شكرا على الاجابه، بتشكركم على الاستضافه. انت هلا عايش بعام 1970 تمام، شو ممكن تساوي لو كنت عايش بهذاك الوقت؟ اول شغله بتعلم لغه جديده، بتعلم الانجليش لانه الانجليش اهم شيء بحياتنا حاليا هلا، لانه انا ندمت لاني ما تعلمتها بصراحه. كنت اشتغلت احسن على حالي، كنت طورت حالي اكثر بالايام اللي نحن عم نعيشها هلا، حلو الواحد يكون عم يطور حاله بدراسته واللغات اللي معه. ممكن كنت طورت شيء احسن من هلا، يعني مثلا 970 بدك تطور، 970 يا دوب نزلت البيجو 305 يعني. فكرة انه انت كنت مثل ما بتحكي بدايات، يعني بدايات كل شيء. طيب يعني لو خيروك انه لو خيروك تعيش يا 1970 يا 2021 شو بتختار؟ لا حفضل 2021. السبب؟ هلا نحن 1970 بتوقع كانت حقبه زمنيه كانت يعني قديمه، ما كان في نحن عنا كل هالتطور وهيك. صحيح هالحكي، بس بضل 2021 بضل سنه افضل نعيش فيها من يعني كل هالتطورات والاتصالات اللي عنا نحن هون هلا احسن من 1970. جرب شعور الدراسه تبع السمعه. ليش شو صار 1970؟ خلص 70 1970 بس ما بعرف شو صار انا بس. ليش فيه نسبه نيكوتين؟ عليك ليش؟ طيب ليش بتختار 970؟ 2021 في اتصالات، في موبايل، في واي فاي. الجو تبع 1970 كان احلى من هلا من تبع 2021. شو الاحلى كان مبدئيا؟ جاي لعندك. لا لا انا بختار 2021 خلاص، بس الجو كان احسن من الجو هذا، يعني احنا ما كان في عنا ب 1900 كان دفى يعني كان يمكن لا مو دفى كان طلع الشمس كثير لا ب 1970 يعني شلون بدي اشرح له فيك تسافر بس
أنا الأسبوع الماضي كنت مسافر لحلب. كل يوم بطلع حلب. إذا جيت سألتك سؤال كلب حيعضني ولا شو الموضوع؟ أوكي، شو أنت بتختار 970 ولا 2021؟ تجي لي لا 970 ولا 2021. شو بتختار 1992؟ أنا بحب هذيك الفترة. لا شو كنت عايش أنت قديش مواليدها؟ بعد ما خلصت الحرب العالمية الثانية. هي الفترة عايش فترة السبعينات والثمانينات وأيام الموسيقى الحلوة وهي. هي الموضة كانت بوقتها. كان في سلام. نعم نختار الـ 21. الـ 21. 21 ليش؟ فيها بطاطا. بس مشان البطاطا؟ أنت عايش مشان البطاطا؟ مشان البطاطا عايش. الله يرزقك بشوال البطاطا يا رب. إن شاء الله. 2021. ليش؟ يعني هلا الأريح الجو مثلا إذا بده واحد يتواصل معك. ليش مصرين إنه الجو يعني ليش؟ رابطين القصة بالجو يعني عادي بينزل مطر بينزل لا مو الجو الجو بمعنى الجو. يعني الجو بمعنى إنه واحد إذا تواصل مع حدا أنا إذا مناخ. لا مو المناخ. الجو يعني إذا تواصل مع حدا مثلا بدي أحكي مع حدا فيني مثلا هلا أحكي مثلا مع حدا باللاذقية أتواصل معه مثلا بال 970 ما كنت تقدر تحكي مع اللاذقية عادي كان في تليفون أرضي أبو قرص. بحب أعيش هذيك الفترة أنا. بتحب تعيش هذيك الفترة. طيب لو كنت عايش هلا بهذيك الفترة شو بتتخيل حالك كنت عم تشتغل أو عم تساوي شيء؟ شو بتخيل حالي عم أشتغل؟ جندي نازي مثلا؟ لا اكيد لا انا عم اقول لك بعد ما تخلص الحرب العالميه بعد ما تخلص. فرضت 54 بعد ما خلصت دي نازي متوفي مثلا قلت معه شو لا قلت لك بخلق بال 54 انا شو بتشتغل شو شو بتكمش مصلحه بايدها نفس مصلحتي هلا شو مصلحه يعني هي هواية يعني لانه ما لها مستقبل بسوريا انا موسيقي تشتغل بالموسيقى هذاك الوقت اكيد حلو كانت الموسيقى طالعه باولها كانت بالشرق الاوسط فعليا لا هلا الموسيقى انت عم تحكي الموسيقى الجديده لا انا عم احكي بفتره السبعينات والستينات كان بلش الروك يطلع عم دق العود الروك ايه فكان في تقدير للموسيقى اكثر من هلا ايه بس هلا اريح بكثير هلا واتساب كذا هنيك بدها ساعه ادق له وعد احط يعني ايدك ماسكه انه ما بتحب على الواتساب بلا لك لا هنيك تعب بيعلقوا هيك يعني انه مو فورا واحد بده اما هيك على الموبايل هلا مثلا انا قاعد مكاني ما في ما ضروري اروح مثلا اروح لحدا من موبايلي فورا بحكي يعني هذا الشيء الوحيد اللي ربطك بال 2021 طبعا التواصل مع الاخرين والراحه النفسيه طبعا هلا طبعا يعني تواصل بالانجليزي تواصل شو كوميونيكيشن لا تفكر فيها كثير ما بدك كثير تفكير ايوه ايه يعني هيك وجهه نظرك ايه والله انا برايي هلا لو خيروك 970 او 2021 بتختار 21 طبعا ما بتروح على 970 ما عندك فضول لا لانه هلا بلا 970 خذ الكنت لا لا هلا انا متعود بعدين يعني على الراحه وعلى التواصل يعني اذا بدي ارجع مثلا ما رح يكون معي موبايل اتسلى عليه شو بدي ادعم اعطيك موبايلي لا ما فيني ارجع مو هلا اذا بدي ارجع ما في شبكه لأنا. ما في شبكه شو بدي استفيد ايه وما في راوتر وما في كذا موفق بال 2021 و900 شكرا بما انه اخر مره حكيت انا عن فيلم ان شاء الله يكون عجبكم هي اول شغله فاليوم دوري خلاص اليوم دور هبه هبه رح تحكي لنا اليوم عن الروايه حسب ما ادعيت تمام صح؟ اليوم محمد رح أخبركم أو رح أحكي لكم عن رواية اسمها رواية صاحب الظل الطويل للكاتبة الأمريكية جين ويبستر أفلام كرتون نفسها؟ يعني هي أفلام الكرتون مأخوذة عنا بس هلأ بخبرك آخر شيء شو بيصير يعني هو أساساً كثير من النقاد قالوا هلأ أنا وصلت للنقاد قبل ما أحكي لك القصة بس رح أخبرك أنه كثير من النقاد قالوا يلي تابعوا الأنيميشن تبعه وأفلام الكرتون تبعه قالوا أنه كثير الأحداث بتختلف عن الرواية لأنه الرواية هلأ رح أخبرك عن شو بتحكي وبآخر الرواية رح أخبرك شو صار بأفلام الكرتون هلأ هي الرواية بتختصر مقولة مهمة كثير أنه مهما مر بالإنسان أحداث حزينة ومأساوية القرار بيرجع لإله وحده بأنه هي الأحداث إما تأثر عليه أو لا طبعاً. هاي الرواية بتركز على مفهوم إدارة المشاعر وعدم السماح للمشاعر السلبية أنه تأثر علينا حتى لو أنه هاي المشاعر تنبع من ذكريات وأحداث مؤلمة عاشتها بطلة الرواية من بداية وعيها وحتى وصولها لعمر 18 طبعاً محمد الرواية بتحكي عن صبية أو بنت طفلة صغيرة كان اسمها جودي عاشت سنوات عمرها ال 18 بملجأ الأيتام مثل ما بتعرف محمد بملجأ الأيتام في كتير من الأوقات بيكونوا الأطفال بالملجأ فوقت بيصيروا بالملجأ بينطروا لحتى أشخاص من يمكن أصحاب النفوذ أو أصحاب المال إنه يتبنوا هلأ هاي الطفلة
يمكن وصلت لعمر معين ما إجا حدا تبناها، تجاوزت الحد الأقصى من العمر المفروض أنه تقضيه بوصاية الملجأ من دون تخريجة منه، لا كبر سنة مثل ما خبرتك لأنه في كتير أشخاص ما تمنوها. الأمر يلي بتستغله إدارة الملجأ بتشغيلها واستغلالها برعاية الأطفال الأصغر منا سناً ومساعدتهم بتهيئتهم لمقابلة المتبرعين وإظهارهم بصورة جيدة باللقاءات اللي بيتم تنظيمها ضمن الملجأ. هلأ بأحد اللقاءات بيلفت نظر واحد من المتبرعين أسلوب جودي أو مثل ما كان اسمه جيروشا الخطابي بمقالة كتبتها عن المعاناة يلي عم تحس فيها والتعب يلي عم تتعرض له مع الأطفال الصغار يلي هي عم تساعد الملجأ فيهم. طبعاً هذا الشخص أعجب بأسلوبها وقرر أنه يدعمها مالياً من دون ما تعرف هويته ويساعدها لحتى تلتحق بالجامعة ويصرف عليها، وأيضاً صرف لها راتب شهري لحتى هي ما تحتاج حدا بمصروفها. لهون روى؟ لهون حلو روى. هلأ كان المقابل الوحيد يلي طلبه منا عفواً هذا الزلمة من خلال مديرة الملجأ، طلب منا أنه بس تكتب له رسائل طمنه عن حالة، وطلبت من المديرة من جودي أو جيروشا أنه توجه الرسائل باسم جون سميث وهو اسم وهمي لهذا الشخص لحتى يضمن إخفاء هويته عن هي الصبية من دون انتظار رد منه. وافقت طبعاً الصبية وبمنتهى السعادة أنه خلص هي رح تنطلق لحياة الجامعة ورح تروح تدرس ورح يكون في عندها مصاري وفي شخص مسؤول عنها مالياً. بلشت بدوام الجامعة وبلشت تكتب يومياتها لهذا الشخص على طريق رسائل وتبعت لهم إياها تبعت له إياها لجون سميث. هلأ من بعد عدة رسائل، طبعاً من بعد الرسالة الأولى أنه قررت جودي انه تغير لقبه لانه هي اساسا ما بتعرفه، فقررت تسميه صاحب الظل الطويل لانه هي اساسا شايفه خياله بالملجأ وهو كان شخص اساسا مجهول بالنسبه لإله، وكل شيء بتتخيله عنه هو بس شخص طويل. طبعا كانت تكتب له دائما ولكن كانت تحس انه دائما من طرف واحد، فكانت تبعت الرسائل هو ما يبعث رد. تمام، فهي كانت تفكر انه عم تكون هاي الرسائل من طرف واحد وصاحب الظل الطويل ما عم بيرد عليها الا فيما ندر. قلت لك لدرجه شكت انه هي عم تبعت رسائلها اساسا ما عم توصل. لمرة من المرات كانت هي مريضة ففوجئت برسالة وصلت منه انه عم يطمن عنها وعن صحتها. هلأ ما رح أحرق كتير أحداث القصة، بس من بعد ما تخرجت من الجامعة قررت تطلب مقابلة صاحب الظل الطويل حتى تستشيره بقرار زواجه وبموضوع زواجه، وهون بتصير المفاجأة الجميلة يلي حيكتشفها القارئ لما يقرأ الرواية بنفسه. طبعا بتحكي لي شو صار كثير من النقاد بحكي لك شو صار بعد الهواء. بعد ما خبرتها كثير من النقاد قالوا انه هي بتختلف عن الافلام الكرتونية اللي انعملت فيه، بس فعلا الرواية بشكل عام هي رواية مبدعة جدا وبتسلط الضوء على عدم الاستسلام لاي ظرف او لاي ظروف صعبة ممكن تمر فينا، وعن جد بتعطي طاقة تحفيزية كثير عالية. صار عندك حماس انك تقراها؟ صار عندي حماس، بس هلا تحكي لي بعد الهواء شو صار. انا عم بحكي لك اياها. طيب اتفقنا. مؤامرة؟ مؤامرة. يلا خلص، أكيد نحن لهم بنكون خلصنا بريك اليوم وحلقة اليوم من بريك شباب، على أمل أنه نرجع نلاقيكم ببريك جديد الأسبوع الجاي إذا الله راد. من هون لوقتها تبقوا بألف خير إن شاء الله. أكيد بنلاقيكم الأسبوع الجاي الساعة 7 المساء، مالينكات بريك شباب، فعم تمرق مفروض تكون هلا بأسفل الشاشة لحتى تكونوا معنا أول بأول، نستفاد منكم ومن نصايحكم. تبقوا بألف خير، ديروا بالكم على حالكم. باي باي. باي باي. Thank you.